رحت البنك وتأكدته؟ رحنا. ويا ريتنا ما رحنا. ولا يكونش مدير البنك هو كمان موالس معايا ويقاسبني في الصفقة؟ الراجل أكد لي إن بابا هو اللي سحب كل الفلوس ورهن الأصول. إحنا آسفين يا مختار. على إيه؟ أنتوا إخواتي الصغيرين برضو وأنا أخوكوا الكبير ولازم أستحمل. أنا لو كنت عايز أسرقكم الأول كنت خبيت عليكم الحقيقة وخدت الصفقة لنفسي. يا ريتك يا أخي كنت أنت اللي عملت كده مش هو. عشان تعرفوا إني مصدوم زيكم. أنا كل اللي أعرفه من بابا الله يرحمه إنها صفقة أدوية متهربة. موضوع الكودافين ده معرفش عنه أي حاجة خالص. أنا حاسس إني بحلم. حلم مزعج مش قادر أصحى منه. لولا ظنكم فيا وشككوا في ذمتي في عز ما أنا محروق عشانكم ما كناش وصلنا للمرحلة دي. وأنت محروق عشاننا ليه بقى؟ تصور نفسك يا سعد يا أخويا فجأة مسؤول عن عملية خطيرة زي دي وما تعرفش عنها حاجة ولوحدك. تعمل إيه؟ معرفش طبعا لاني ما بفهمش في الحاجات دي. شفت بقى انا من يوم ما عرفت الحكايه دي وانا قالب مخي بدور على راجل واحد يساعدني في نقل البضاعه وتخزينها. انما شوف ربك بقى اما يرزق من واسع او رزق باتنين. قصدك ايه؟ قصدي النقمه الناس على المال هم اصحابه. اخرس انت اتجننت. بقول لك ايه انا استحملتك كتير. يا جماعه يا جماعه وطوا صوتكم بقى لحسن حد مش شغالين يسمعنا تبقى مصيبه. وانت يا استاذ؟ ايه اللي انت يا استاذ دي؟ انا ايه؟ انت معايا ولا واجبك هيمنعك؟ مش واجبي بس ده واجبي وضميري وتربيتي تمنعني من ان اوصل السموم دي للناس. ماشي يبقى انتوا الاثنين متنازلين عن حقكم في الصفقه. اعوذ بالله يا اخي من دي صفقه. اتجنن ازاي ابونا راجل البر اللي كان بيحج كل سنه يعمل كده بس؟ كل دي أقنعة كان بيخفي بيها جريمته. اخرس انت هو ما اسمحلكوش تمس ابويا بكلمة. البر والإحسان والتقوى كلها كانت صفات أصيلة في نفسه الطيبة وروحه المؤمنة. يا سلام روحه المؤمنة وبيتاجر في المخدرات. بابا عمره ما يقبل قرش حرام حتى فوائد البنوك كان بيوزعها صدقة. هو ده اللي هيجنني طول عمره ماشي صح. ايه اللي عوجه على اخر ايامه على السكه الحرام دي؟ ومين اللي قال ان الصفقه دي حرام؟ نعم تعبيط حرام 100% ده كودافين. الحكومه هي اللي منعاه مش ربنا اللي محرمه يا سياده الرائد. ايوه يعني هي الحكومه منعاه ليه؟ مش عشان بيأذي الناس؟ لا يا استاذ الكودافين ده دواء كحه بيعالج حساسيه الصدر يعني مفيد 100% ولو معاك روشته تقدر تروح اي اجزخانه وتصرفه بكل سهوله. طب هي الحكومة عملت كده ليه يعني؟ أقول لك أنا بقى يا سيدي. الحكومة منعته لأن في ناس مجانين بياخدوا كميات كبيرة جدا من الدواء ده، قال لي إيه عشان يسطلهم؟ إحنا بقى مش مسؤولين عن المجانين دول، يعني لو جبت شريط دواء وبلبعته كله هموت فيها، يبقى الدواء بالنسبة لي حرام؟ طب ما هو كده يبقى بابا ما كانش بيتاجر في المخدرات. طبعًا لأ. بابا بيقدم خدمة إنسانية جليلة. لمرضى الحساسية الصدرية في مصر كلها. يا سلام. طبعا ما هي الشحنة اما توصل وتتوزع السوق هيشبع وبكده تضمن وصول الدواء لكل مريض. وانت بقى تضمن لي ان الشحنة دي تتوزع على عين الحكومة وتوصل للصيدليات مظبوط؟ اللي انا اعرفه ان في واحد هيشيل الشحنة كلها انما هيوديها فين الله اعلم. هيوزعها في السوق السوداء طبعا يا فالح. طب واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ لا ديننا ولا اخلاقنا يسمحوا لنا ان احنا نعمل كده. على كل حال فكروا في الموضوع ده كويس بس بعد ما تهدوا كده لانكم دلوقتي منفعلين وغضبانين والغضبان ما ينفعش ياخد قرار في حاجه. وهي دي مساله عايزه قرار برضو؟ طبعا لانها حاجه خطيره وهيترتب عليها حاجات اخطر. مهما كان يستحيل اوافق على الكلام ده. ما تنسوش اننا مديونين للبنك ب 6 مليون جنيه بضمان الاصول يعني لو ما دفعناش هنطرد في الشارع بامكم وباختكم. كده برضه يا حاج تهزقنا واتبهدلنا بالمنظر ده. انا مش فاهم انتوا مقزمينها ليه؟ ما الحل قدامنا وفي ايدينا. وانا لا يمكن اسمي يجي في صفقه زي دي يا مختار. وانا عندي اموت من الجوع احسن من ان تاجر في السموم دي. برضه مش هتخسروا حاجه لو اديتوا لنفسكم مهله اسبوع تفكروا فيه كويس قبل ما تقولوا اه وقبل ما تقولوا لا. بس اسبوع بكتيره البضاعه توصل اخر الشهر ويلزمني وقت عشان اظبط واخطط. ده اذا اتفقنا
وإذا ما اتفقناش هبقى خلصت ضميري قصاد ربنا، وكل واحد بقى فيكم عقله في راسه يعرف خلاصه.